اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب ببطلات العرب، برحب بكابتن الفريق واحد نجماته ونجمات مصر نادين الدولتلي. اهلا بك يا كابتن نادين. اهلا بيك. اهلا وسهلا، منورانا والف الف مليون مبروك. ميرسي. شكرا. الله يبارك فيك. برحب باحد طبعا الوافدين الجدد واللي ثبتوا نفسهم بشكل جيد جدا واللي كان ليها دور كبير ايضا في الفوز في هذه البطوله، رؤى الناغي. اهلا بك يا رؤى. اهلا بحضرتك. منورانا وجود ستارت اقول ولا ايه؟ الحمد لله. ميرسي. كابتن نادين، اجي لك. يمكن البطوله كانت صعبه، ويمكن كنت بتكلم معاكي قبل الهوا انه يعني في بطولات افريقيا ما تبقاش بالقوه دي. شايفه البطوله دي ازاي؟ وشايفه ازاي كانت صعبه؟ وايه اللي اداها الصعوبه الفنيه دي؟ اولا هو في سببين كبار. اول سبب ان هي كانت في مصر، ففي ثلاث فرق مصريه. هو الحمد لله احنا ربنا سترها ان احنا لعبنا مع فرقه واحده، كان ممكن نلعب مع الزمالك وجزيره الورد كمان. فطبيعي في الانديه العربيه بقى احنا لوحدنا او ماكسيمم فرقه ثانيه مصريه، بس وجود ثلاثه فرق مصريه طبعا ده ضغط كبير. ده رقم واحد. رقم اتنين ان الفرق كلها جت، الكويت والبحرين تونس كله جه، والجزائر سوري مش تونس، ومعظمهم جايبين محترفات. فطبعا بقى يعني الموضوع بقى رخم خلاص. صحيح. احنا بنلعب، ما ينفعش نخسر ماتش زياده. ما فيش مثلا اللي هو معاك ثلاث ماتشات، لا احنا بنلعب ما ينفعش نخسر ماتش. صحيح. خسرانين كده كده 2-0، اسوء سيناريو ان احنا نخسر من المحترفه، بس بنلعب على ماتش. صحيح. فطبعا توتر جامد، بس الحمد لله يعني القرعه كانت في صالحنا الحمد لله. لا خلينا نتكلم بالترتيب كده يعني عشان الساده المشاهدين يبقوا متابعين. البدايه كانت المجموعه مين وتاهلنا ازاي؟ يعني احكي لي عن البطوله عشان حتى الساده المشاهدين يعرفوا المشوار بتاعنا كان ازاي. احنا كان معانا لبنان اول ماتش كسبناه 3-0 الحمد لله، وبعدين كان معانا السودان برضو الحمد لله كسبناه 3-0، وبعدين الجزائر. دي مجموعه 3-0. بالظبط. عشان احنا اول مجموعه رقم واحد، فاخدنا باي على دور الثمانيه، فبنلعبنا سيمي فاينل على طول. تمام. لعبنا مع جزيره الورد. نعم. طبعا جزيره الورد ابطال الدوري على طول معانا فاينل، بس الحمد لله كسبنا 3-0 برضو. ماتش كان صالحنا حلو قوي. كويس. تمام. ولعبنا بقى الفاينل مع البحرين العالي من البحرين. نعم. المباراه كانت صعبه جدا. بصراحه كانت رخمه لان هم معاهم برنادات طبعا بطله اوروبا وكسبانه لعيبه من الصين قبل كده، فهي جامده جدا. بلس معاهم واحده بحرانيه اللي هي مريم العالي، دي هي ناشئه بحرانيه بس كويسه يعني. بصراحه انا ما كنتش متخيله انها دلوقتي بقت بالمستوى ده. هي قدمت جدا. هي مش عايشه خلاص في البحرين، هي بقت عايشه في صربيا اعتقد او كرواتيا، وبتلعب هناك وبتلعب بطولات الجمهوريه معاهم، بتلعب كانها محترفه ثانيه، فهي يعتبر يعني. بس فالماتش كان رخم الحمد لله. بس احنا الحمد لله 3-2 الحمد لله. الحمد لله 3-2. بس بصراحه دينا ومهنا ورؤى بصراحه كانوا عالميين يعني. لا طبعا وانا كمان اروح لرؤى بامانه، عملوا شغل بامانه. وحتى يعني رؤى فاجئتنا برضو بالمستوى، بالثبات فعلا. هو موقف صعب جدا وموقف رخم، واول بطوله جامده مع الاهلي، ولا هو توتر فعلا، بس هي دايما شخصيتها قويه بصراحه. طب قولي يا رؤى، يعني دي اول بطوله يعني قويه بقى، خلينا نقول لسه الدوري في اوله، دي اول موسم ليكي مع الاهلي. انت كنت قادمه من جزيره الورد برضه، بوضح للساده المشاهدين، ودخلت على الجد على طول، واتحطيتي في مواقف صعبه. طب انت شايفه اصعب مباراه لعبناها، هل كان قبل النهائي مع جزيره الورد فريقك القديم، ولا كان مع الفاينل مع العالي البحريني؟ شايفه ان الفاينل كان اصعب ماتشات، عشان زي ما نادين قالت كان معاهم برنادات محترفه يعني من توب 20، فاحنا نازلين شويه في ممكن هي تكسب ماتشين او كده، فشايفه ده كان ماتش صعب قوي يعني، بس الحمد لله قدرنا نكسب في الاخر. طب قولي لي يعني اصعبهم كان انهي ماتش؟ يعني هنا لعبت في الاخر انا عارف، بس خلينا ناخد الماتشات الخمسه، مين ابتدى وايه يعني، عشان برضو نعيش الساده المشاهدين في الاثاره اللي حصلت. اول ماتش كانت هنا وبرنادت، بس هنا لعبت كويس قوي وخسرت 3-1، كان ماتش جامد قوي. بعدين دينا كسبت مريم العالي دي 3-0، عملت ماتش جامد قوي. بقينا 1-1. بعدين انا بقى نزلت الماتش التالت مع بنت، يعني البنت التالته عندهم من الهند، بس يعني الحمد لله قدرت برضه اكسب 3-0 من الهند. محترفه برضه. هي بحرانيه هنديه. هنديه. بس عايشه بس يعتبر برضه محترفه تالته. محترفه. بالظبط. عملت ايه في الماتش؟ الحمد لله كسبت 3-0. 3-0 يعني مش 3-2 ولا 3-0 ما شاء الله. تمام. دخلنا على الجيم الرابع. بعدين بقى دينا نزلت مع برنادت، بس للاسف برضو خسرنا الماتش، بس لعبت ماتش كويس جامد قوي. بين 2-2. بعدين هلا بقى الحمد لله كسبت مريم العالي دي 3-0. 3-0 الحمد لله. يمكن المباراه كانت يعني مش الدنيا رايحه وجايه، وكمان ما اتحسمتش الا في اخر جيم، يعني ما خدناش، لعبنا خمس مباريات، وده يدل برضو على الصعوبة يعني. يعني طب جزيرة الورد الدنيا كانت ماشية ازاي؟ انت يعني شايفة الموضوع كان الحمد لله في تفوق، ولا كنا ممكن نروح لجيم رابع او خامس؟ ماتش جزيرة الورد كسبنا 3-1. 3-1. 3-1.
بس هو اكيد كان ماتش صعب، انا ما لعبتش الماتش ده بس يعني هو كان ماتش اكيد رخم، بس لما نزلت الواد احنا كنا تاني الدوري يعني بعد الاهلي السنه اللي فاتت. ففي منافسه كان اكيد ماتش صعب طبعا. في منافسه بالظبط. طب نادين قولي لي يعني يمكن الاستعداد للبطوله، انتوا البطوله دي متحدده من فتره وكان معروف البطوله ايه وكان الدنيا ماشيه ازاي ومعروف، وهل مثلا طلبتوا او الجهاز الفني كان طلب مثلا محترفه تنضم، ولا كنتوا واثقين ان اللاعبات الموجودين يبقوا كويسين؟ يعني كنتوا بتستعدوا للبطوله دي ازاي؟ هو موضوع المحترف ده كابتن عادل اتكلمنا فيه من حوالي شهرين كده، وبعدين قلت له بصراحه كابتن عادل هو كان عايز يجيب محترف، كان قلقان ان الزمالك وجزيره الورد يجيبوا محترف. انتوا بتفكروا مع بعض فنيا يعني؟ قلت له كابتن عادل انت معاك فرقه فيها ثلاثه محترفات، يعني دينا محترفه كانت محترفه في فرنسا السنه اللي فاتت، دينا مش هنا محترفه في السويد، وانا الحمد لله محترفه في اسبانيا ما شاء الله. فالحمد لله، وطبعا هم كلهم بس عشان في الجامعه فلسه مش لاحقين يحترفوا، يعني عندهم هيجي لهم فرص احتراف بالظبط سنه سنتين وكلهم هيكونوا محترفات. فقلت له انت عندك فرقه كلهم منتخب محترفات لعيبه جامده كلهم تثق فيهم، فلا يعني احنا حتى لو هم جابوا محترفات احنا قدها وقدود يعني. صح برافو. فطبعا ده كان حاطط ضغط طبعا كبير بس كنا بنتمرن كويس قوي، وعرفنا قبل باسبوع ان احنا كله بقى اللي عنده ارتباطات في كل حته سواء انا هنا او دينا او الاء اي حد ان احنا نجمع بقى نفسنا ونركز بس اخر 10 ايام دول نكون مع بعض عشان برضو نبقى روح مع بعض. طب يمكن يعني انت مثلا ما عندكيش دراسه، ما خلصتوش دراسه، فالدنيا كانت يمكن يعني اسهل ان انت خلصتي دراستك، ولكن في يعني مثلا اكيد انت لسه بتدرسي. انا لسه اول سنه جامعه. طيب عملت ايه؟ لان هو طبعا الوقت ده كان وقت صعب ووقت فيه دراسه يعني، وزي ما قالت نادين انت كنت محتاجين تتفرغوا، عملت ايه؟ هو اصلا كمان يعني البطوله دي انا كان عندي فاينلز خلصت قبل البطوله بكام يوم كمان يعني فاينلز كمان وامتحانات، فطبعا اكيد كان عبء جامد. كان الموضوع صعب قوي، بس انا على طول بحاول يعني ابالانس بتوين التمرين والجامعه او كده، فبس كنت بحاول احافظ على التمرين كويس قوي. كمان كابتن عادل وكابتن احمد عايد كانوا بيساعدونا قوي يعني جدا، بيفضوا يعني اول ما يبقى حد عنده ميعاد مثلا او مش هينفع الميعاد ده عادي اروح بدري شويه اروح متاخر شويه، لا يقعدوا اكتر، يقعدوا متاخر بالزبط. يجوا الصبح يجوا الظهر يجوا بالليل اي وقت هم 24 ساعه افيلبل بالظبط، نبقى فاضيين بس ونتمرن. فده حقيقي دي حاجه كويسه جدا، انت حتى لو هتخلصي امتحانك واحده هتلاقيهم اثنين هتلاقيهم بيقعدوا يستنوكي اي وقت طول اليوم. صحيح، ده تضحيات على فكره كبيره. انا كنت بخلص شغل واروح لهم متاخر كل يوم، كان بيقعد يستناني ويخلي الناس تستناني. ايوه لا، وكنت باخد معايا اوقات ما اعرفش اودي بنتي عند ماما او كده، يقعد بقى يلعب مع صوفي خليني ماما. كبرت دلوقتي ما شاء الله، عندها قد ايه؟ 4 سنين. هي انت كنت معانا وهي كانت لسه بيبي. كانت لسه بيبي. ايوه فهم قاموا بكل الادوار، كان بيجيب لها العصير وبيجيب لها كل حاجه، بيلعب معاها كوره وكل حاجه. لا عشان تحسي ان عشان اعرف اركز. صح طبعا، مش عارفه تركزي بنتك وبتاع والقلق، بس دي على فكره ما هي دي الروح بالظبط يعني. خلي بالك ما هي دي الروح، اللي عنده امتحانات انا بفضي نفسي عشان اجي له، اللي عنده ظروف وعنده شغل بنستناه برضه عشان في الاخر نبقى هنا ومعانا الكاس. طيب عايز اسال سؤال برضه، يعني يمكن رؤيه الفرق الثانيه النادي الاهلي ازاي؟ انتوا برضه بتشوفوا انتوا خبرات كبيره جدا ولعبتوا على مستوى عالي في اوروبا مع منتخب مصر، فبتشوفوا الفرقه الثانيه بتتكلم على فرقه النادي الاهلي ازاي؟ بتشوفوا شايفين النادي الاهلي ازاي في تنس الطاوله؟ طبعا هو كان كله شايف ان احنا السنه دي بالذات فرقه جامده جدا، لان احنا معانا اولموست الصف الاول من المنتخب كله، فكله شايف يعني لا كله عامل حساب ان احنا يعني ان شاء الله اول. حتى مدرب نادي البحرين العالي اللي احنا لعبنا معاه الفاينل جالنا اول ما دخل الصاله اول يوم، جه قال لنا احنا حاطين عينيكوا علينا يعني خلي بالكوا يعني احنا جايين لكم. هو كان ايه؟ كان هو جنسيته ايه؟ هو صربيا اعتقد. يعني اوروبي. فقلت له يعني خلينا استنونا يعني احنا نلعب معاكم الفاينل. قلت له ما اعرفش انت واثق من نفسك قوي كده بس كلامه طلع صح. انا كنت عارفه بصراحه ان هم هيوصلوا فاينل. هو جايب احسن لعيبه في اوروبا، بطل اوروبا. لا هي جامده قوي برنادات كمان، والسنه اللي فاتت كسبانه واحده من منتخب الصين، كسبت شانينج. فماتش بس خلي بالك برضو هو الموضوع مش موضوع محترفه واحده، لازم يكون تيم. هم معاهم كويسين يعني، هي محترفه تكسب ماتشين. او البنت الهنديه كويسه اللي هي الثالثه اللي لعبت معاها رؤى، ومريم العالي كويس بصراحه. يعني قصدي اقول لك ان هو الموضوع مش موضوع اللعيبه واحده، يعني احنا بالزبط. في النادي الاهلي ما بنعتمدش على لعيبه واحده. لا الحمد لله احنا أبدا. عندنا سته كانوا في البطوله سته صح؟ سته على اعلى مستوى. فاحنا ده تختار ده تختار ده، هي تيم بالظبط، هي تيم ما تقدرش تعتمد على واحد، خاصه لو بتلاعب فرق فيها محترفين بالظبط. طيب شايفه يعني المستوى العربي في تقدم، ولا شايفه الدنيا عامله ازاي؟ لان انت لعبتي احنا حامل لقب 3 بطولات على ما اتذكر، تونس الاردن ولا الاردن تونس؟ لا تونس الاردن القاهره.
تونس ثلاث بطولات اعتقد لبنان مش متذكر بس اخر ثلاث نسخ احنا لو كده شايف المستوى بيتحسن ولا ثابت ولا ايه؟ في كان بنت يعني مثلا مريم وفي عبير من تونس برضو اتحسنت عن اخر مره شفتها يعني وفي برضو مريم الحبشي اللي انا لعبتها من لبنان انا اول مره اشوفها بس لا يعني كويسه في بقى في يعني مش زي زمان قوي يعني مثلا لو قارنت من خمس ست سنين قبل كده لا دلوقتي احسن اكيد الدنيا بتتحسن بصراحه حتى عدد اللعيبه اكتر يعني ما بقاش في واحده او اتنين في الفرقه لا بقوا خمسه سته قاعدين فده احسن طبعا. طب خليني برضو اجي الرؤى يعني دي اول بطوله ليكي مع النادي الاهلي صح؟ طيب ايه طموحاتك تاني؟ ايه يعني بصه لايه؟ عايزه تاخدي ايه مع النادي؟ ايه البطوله اللي انت مشتاقه لها تاخديها مع النادي الاهلي؟ نفسي طبعا ان شاء الله ان احنا يعني الدوري هو بس لعبنا اول مجمعه صحيح بس نفسي طبعا في الدوري ان احنا ان شاء الله يعني ناخد الدوري نحقق اللقب زي كل سنه الاهلي كان بياخد الدوري بس يعني اي هوب ان احنا ان شاء الله ناخد الدوري السنه دي. طب افريقيا ان شاء الله اكيد طبعا أكيد نفسك على افريقيا ونفسك تاخديها مع النادي الاهلي اكيد. طب انت عارفه ان النادي الاهلي تنس الطاوله يعني اولا الفرق سواء رجال او سيدات مخليين طموحات الجماهير عاليه جدا جدا يعني عايز اقول لك انه بقت متبعه يمكن زي العاب كثيره جدا ونجومها معروفين وبتشاور عليهم في الشارع بامانه يعني انا بكلمك بامانه لانه جماهير النادي الاهلي حبت اللعبه نتيجه النتائج اللي عاملاها. طب ده شايفاه حمل عليكي وعبء ان انت عايزه تكوني قد المسؤوليه ولا شايفه دي حاجه تديكي دفع لقدام؟ شايفه ان هي حاجه كويسه يعني بتدي بوش هما بيسبورت اس اول ذا واي فشايفه ان هي حاجه كويسه قوي هما متابعينا دلوقتي اكتر من الاول زي ما حضرتك بتقول صحيح وبيتبسطوا فعلا قوي بعد ما ناخد البطوله سواء واحنا هناك بعد ما كسبنا الماتش او لغايه دلوقتي لسه يعني بيحتفلوا ان احنا خدنا البطوله فشايفه ان هي حاجه بتحفزنا يعني حاجه كويسه يعني شايفاها حاجه في الاتجاه الصحيح ان احنا بنحس بنبض الجماهير يديكي دافع اكتر. طب خلينا نعرف يعني الناس تعرفك اكتر يمكن انت اول مره يعني تظهري معانا كنجمه بقى وكبطله كنت جايه معانا كصفقه ولكن في فرق بين صفقه وفرق بين بطله دلوقتي كسبه يعني بطوله عربيه. خلينا نتكلم عن نشأتك في البدايه ابتديتي فين رحلتك لغايه ما جيتي النادي الاهلي؟ انا بدات في نادي الشرقيه كنت مع كابتن فؤاد وكابتن اسلام بعدين نقلت بقى يعني القاهره كنت ساكنه هناك رحت بقى نوادي كتير ورا بعض رحت الزمالك ورحت جزيره الورد ده كانت اخر حاجه رحت قعدت في جزيره الورد قد ايه؟ سنتين الحمد كنت لله. كنت بتمرنوا فين؟ بتروحوا المنصوره تتمرنوا ولا؟ لا كنت بتمرن في القاهره يعني جزيره الورد بيتمرنوا في العادي هنا مش هناك؟ بس يعني عشان احنا اغلبيتنا اللي في الفريق ما كانش في المنصوره كنت بتمرنوا هنا فانا مثلا كنت من القاهره الاقي حاجه في اسكندريه فكل حد كان بيتمرن كنا بنعمل بقى معسكر قبل الدوري او كده في القاهره بنتجمع فيه عشان بيبقى فاضل قبلها باسبوع او كده ان احنا نستعد كمان للدوري او كده. طيب وبعد كده انتقلت للنادي الاهلي؟ دي اول موسم ليكي معاه مع النادي ودي يمكن اول بطوله تحصلي عليها زي ما قلت بس لسه عندنا الدوري شغالين فيه ولسه الدوري. طب انت عندك فكره الدوري يعني سكته ازاي مشواره ازاي؟ الدوري السنه دي تقيل صعب تقيل طيب. اولا الزمالك يسرى بقت معاهم يسرى برضو منتخب مصر فمعاهم يسرى ريم العراقي برضو كانت في الاهلي ودلوقتي في الزمالك في ماتش جامد ومعاهم الثالثه بتاعتهم برضو شهد سامح كويس فادي الزمالك صعب تمام. في فرقه جديده بقى لسه اول سنه يلعبوا دوري ممتاز دلوقتي امبي امبي فيها الهضيبي مريم وماروا راحوا ومعاهم بتروجيت اظن سوري بتروجيت 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 مريم وماروا مين واميره يسري وهند فتحي فرقه قويه قوي فتحي اصلا من الزمالك وراحت لهم فعاملين فرقه كويسه بقى فرقه ثالثه بلس طبعا جزيره الورد اللي هو اصلا المنافس الطبيعي السنه اللي فاتت فالثلاث فرق دول مع النادي الاهلي ففي منافسه قويه طبعا. قابلنا حد منهم السنه دي؟ لا طبعا لسه كل واحد في ضوابط لسه في مجاميع مختلفه طيب يعني منتظر ممكن نخش في الجد امتى من في الدوري؟ اللي انا عرفته ان هو في احنا فاضل لنا الدوره المجمعه نفسها هتبقى في شهر 3 او 4 بس احنا لسه فاضل لنا المجموعه بتاعتنا الاول نلعب اللي هو رايح جاي تمام احنا لعبنا تمام. اول راوند فاضل راوند الثاني وبعد كده بقى نبدا نلعب اللي هم اول 8 دوري مع بعض في دوره مجمعه اولى وثانيه يعني 8 مع بعض هتلعبوا 7 ماتشات؟ دي في دوره واحده 7 ماتشات؟ 3 ايام ده هتلعبوا في اليوم ماتشين؟ اوبا ده هيبقى صعب جدا طب ليه عاملين النظام ده كده؟ وخلي بالك ده انت بتقولي دلوقتي في فرق جامده يعني انت ممكن بس احنا الحمد لله دايما الاهلي بيبقى عنده ميزه ان احنا وفره 6 بالظبط فمحدش بيبقى مضطر انه يلعب كل الماتشات من اول يوم لاخر يوم فدي بتبقى حاجه ممكن يلعب الصبح ما يلعبش بالليل بالظبط فدي بتبقى ميزه حلوه قوي فينا الحمد لله يعني دايما في القصه دي. طب قولي لي يعني انا قاعد معايا النهارده كابتن الفريق ورؤى طبعا لسه منضمه ولسه يعني صغيره
شايفه موضوع تسليم الاجيال وازاي الهرمو ده بيحصل وازاي انت عليكي دور تحتضني. انا لسه صغيره لا انا بتكلم لا مش قادره احس انت لا تمام بس لا ولسه قدامك العمر بس انا بتكلم ان حتى انت سابقاها مثلا ان شاء الله حتى لو بسنتين حتى بثلاثه يبقى لازم ايه ازاي بتحتضنوا اللاعبات الجداد وازاي هم بيتعلموا منكم وازاي انتوا بتاديهم يعني كلميني عن الروح دي. لا هو بصراحه يعني هو السنه دي الحمد لله دينا معايا فدينا طبعا احنا من زمان مع بعض بصراحه الفرقه لذيذه جدا يعني انا احبهم جدا هنا ورؤى وآلاء يحيى وساره وفريده كلهم يعني بنات حلوه قوي فعلا من جواهم كويسين قوي ما فيش اي هارد فيلينجز ما بيننا عادي لو في حد متضايق بيقول فدي حاجه حلوه جدا وانا بحاول دايما احافظ على علاقتنا مع بعض. خلصنا نروح نطلب بيتزا مع بعض نطلب اكل نخرج يعني بحب دايما ان احنا كده علشان احنا جايين نتبسط في الاول وفي الاخر احنا بنلعب وده شغلنا وكل حاجه بس احنا برضه عايزين نتبسط فبحاول يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي دايما الاتموسفير ما بيننا يبقى هادي يعني. انا احييكي والفرقه محظوظه ان فيها واحده زيك بقى احسن كابتن فريق بكلمك والله بامانه ان في كابتن فريق بيتكلم كده لا انا بحسد الفرقه عليكي يعني جد والله ما شاء الله مش بحسدهم يعني بخبطهم لان هم فعلا وجود كابتن فرقه فاهم وعارف هو دوره ايه لا دي بتبقى حاجه كويسه. طب انت شايفه يعني انتوا بقى بتتعلموا ازاي بقى من اللي سابقينكم بلاش الاكبر منكم اللي سابقينكم خطوتين ثلاثه عشان نادين ما تزعلش يعني حد زي نادين طبعا يعني انا شايفه احسن كابتن فريق يعني هي على طول بتسبورت اس على طول معانا فشايفه متعلم من يعني نادين ودينا طبعا عندهم هيستوري يعني كبير قوي ان احنا نتعلم منهم على طول بيبقوا بقى موجودين معانا لو في اي طب لو عندك ماتش جامد ماتش جامد لعبتيه دينا ونادين قالوا لك ايه مثلا كلموا معاكي ولا شجعوكي ازاي اثناء الماتش ايه نظراتهم ليكي كلميني عن الروح دي. ده حقيقي انا كنت اصلا في ماتش يعني لو كان في قلق بس الحمد لله كنت نازله اللي هو بحاول يبقى عندي ثقه وريسبونسبيلتي بس انا كنت مطمنه في الماتش اصلا من الدكه من فعلا. المدربين واللعيبه نادين ودينا كنا روح فعلا حلوه جدا يعني ده كان سبب يعني كنت حاسه يعني انا مطمنه كده وكلهم كانوا في ظهري. شفت الكلمه حاسه اني مطمنه خلي بالك دي كلمه ليها معنى كبير جدا ان اللاعب قاعد حاسس ان البنش في ظهره مش مستني له غلطه لا لا اللاعبات الكبار ولا دي اسوا حاجه دي اسوا حاجه ممكن تكون عايز اقول حاجه الانديه العربيه دي بالنسبه لي كانت صعبه جدا لان يعني انا كنت داخله وبنتي كانت تعبانه جدا الف سلامه كانت 40 حراره وكانت صعبه جدا الحمد لله حضرت معاهم اول 3 ايام وبعدين بقى الموضوع تطور والاكسجين ليفل بتاعها نزل فاستاذنت كابتن عادل ومشيت ما قدرتش اكمل معاهم بطوله كنت باجي على الماتش اشجعهم وامشي بس هم كنت بحاول ابقى معاهم برده وانا واثقه فيهم بصراحه يعني ما كنتش حاسه يعني ممكن اماكن ثانيه تحس اللي هو الحمد لله انها مشيت في حد ثاني هيلعب لا بجد كانوا بيسالوا عليا على طول يعني كنت حاسه لا هو على فكره مش على طول بيبقى كده بس هم فعلا بنات بجد كويسه جدا من جواهم كويسين وصافيين وابطال بجد لا ده انت مريتي بفتره صعبه لا دي كانت صعبه قوي بصراحه انت معاك حق ان البطوله دي تبقى صعبه كانت اصعب حاجه يعني في حياتي بصراحه تعب يعني بنتك وده انا كنت في الاوتيل لحد الساعه 12 ونص واحده وماما كلمتني قالت لي لا صوفيا وشها مش مظبوط وبتاع رحت نازله بالطوارئ الاكسجين ليفل واطي وقعدنا في البيت بقى بالنيوبلايزرز وقصص يعني عايز اقول ان اللاعب او اللعيبه برضو بيعدي بصعوبه ضغوطات كبيره جدا خاصه ان انت نجحتي في حاجه قليل نجح فيه يعني بجد ما شاء الله ربنا يحفظك ويعني مش عايزين يعني نحسدك احنا طبعا يعني بندعمك بس ان انت ام ما شاء الله ناجحه كاريرك ما شاء الله ناجحه في الرياضه ما شاء الله ناجحه فضغوطات كتيره جدا فالرياضي بيقابله ضغوط ويمكن ده اكبر مثال اكيد يعني بس شكر كبير قوي لكابتن عادل وكابتن احمد والفرقه كلهم يعني سهلوا عليا القرار وريحوني وكانوا قد المسؤوليه وبصراحه انا اللي محظوظه بيهم حقيقي بحييك بجد ميرسي والله بجد شكرا بجد حاجه تستاهلي كل خير انا الحقيقه الوقت جري جدا والله يعني انا مستمتع بيكم جدا جدا واتمنى لكم كل التوفيق نادين الدوليه كابتن الفريق بشكرك نورتيني وشرفتيني دايما منورانا كده في الانتصارات دي ميرسي شكرا رؤى بشكرك شكرا جزيلا ان شاء الله يعني تبقى بطولات بقى دي اول بطوله نعد يعني انا بص ما بتعبش من العد نورتينا وشرفتينا وان شاء الله مزيد من الانتصارات ميرسي اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان بعد الفاصل نستقبل كابتن عادل شومان المدير الفني وهنا جوده فتاتنا الذهبيه ولكن بعد الفاصل